الآية التي ذكر فيها شهر رمضان هي بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. رمضان هو الشهر التاسع من شهور السنة الهجرية. كيف نحدد بداية شهر رمضان برؤية هلال رمضان؟ ما هي ليلة مباركة في هذا الشهر؟ الليلة المباركة في هذا الشهر هي ليلة القدر. ما هي الصلاة التي تصلى شباب في ليالي رمضان؟ صلاة هي صلاة التراويح. ما هو العيد الذي يأتي بعد شهر رمضان؟ هو عيد ماذا يعني الصوم؟ هو الامتناع عن الطعام والشراب من مطلع الفجر حتى غروب الشمس. على من يجب صوم شهر رمضان؟ على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام. رمضان